طيب مساء الخير حباني، اليوم بسوي معصوب وبعيدها، بعيد طريقة الخبزة اللي أو العجين اللي أنا أسويه مع المعصوب، هي ثلاث حاجات ما غيرها العجينة، دقيق وملح وزيت زيتون وماء فقط، هذا اللي أسويه مع العجين، وبتشوفون الحين طريقة كيف بسويها. شيء كمية الدقيق تختلف من شخص إلى شخص، أنا عندي هنا طاستين كبار دقيق، بحط عليها الملح، بزود الملح شوية عشان يكسر مع الموز والعسل اللي بنحطه في المعصوب. بسم الله. ثاني شيء بنستخدمه زيت زيتون، ولازم نزيده، لازم يكون العجين حق المعصوب مزيت، فبنستخدم زيت زيتون أفضل من الزيت النباتي طبعا. وآخر شيء نضيف الماء، طبعا ما أقدر أصور وأنا أصب الماء وأعجن، لكن بوريكم النتيجة النهائية له. وهذا بعد ما عجننا العجينة، شوفوا علينا ما شاء الله تبارك الله، تقول لبال هذا هو المستوى اللي نبغى نوصل له، يعني بالطريقة هذه، ونخليها لمدة نص ساعة ترتاح أو ربع ساعة تكفي، بعدين نحطها على الصاج ونبدأ نسوي إيش المعصوب، وفي البيت أحلى معصوب توكلنا على الله. وباقي التغطية النهائية، طبعا نغطيها بالطريقة ذي ونخليها ترتاح زي ما قلت لكم ربع ساعة نص ساعة وتكون جاهزة للمعصوب، توكلنا. علشان يكون في المعلومية، الدقيق اللي انت تستخدمه كامبر، كان دقيق أبيض، كان دقيق حجازي، أي نوع دقيق، حتى دقيق الأبيض الكويتي يمشي، يعني أي نوع دقيق، بس الأفضل أنا أفضل البر لأنه أفضل شيء عندي، وممكن دقيق الحجازي، ممكن دقيق 07، ممكن دقيق بالأسمر، دقيق الإمارات، أي شيء. طيب عدت النص ساعة على العجينة، وهنا على الطاولة بندهنها بزيت زيتون ونبدأ نفرشها فرج، يعني زي ما يقولون ناعم وخفيف جدا، وبعلمكم بالباقي بعدين. فردتها الحين، شوفوا ما شاء الله لينة وخفيفة جدا، تصل حتى للمطبق. نحطها الحين على الصاج، يلا. هذه العجينة حطيناها على الصاج عشان تنجح، يلا قلبها يا ابو علي. كنا عجينة الترتلة ما شاء الله تبارك الله. تعرفون عجينة الترتلة؟ زيها كذا، اللي حق تشربه، حق تنطبق زي كذا. طيب الحين خلصنا من خبز الصاج اللي هو حق المعصوب، طريقتنا احنا. بر هو دقيق بر اساسا، هذا هو رقاق خفيف جدا حلو لا باس. في امر ثاني، اللي ما يقدر يسوي خبز زي كذا ممكن يستخدم الخبز العادي سواء كان ابيض او بر، يعني شيء طبيعي تفرمه مع الموز يطلع معصوب، هو خبز في النهايه. على العموم معنا موز هنا، ومعنا قشطه، ومعنا هذا، ومعنا عسل، لكن العسل ما متوفر الحين، بجيبه ان شاء الله. شوفوا معنا الطريقه وان شاء الله انها. ونرجع للفرامة ونرجع للموز، أول شيء نفرم الموز يكون أفضل بالطريقة هذه، نبدأ ننزل الموز، فرمت اللحم ونبدأ نشغل، بسم الله. طيب كذا فرمنا الموز، نبدأ الحين نحط الخبز وراه علشان نفرم معه، يلا أبو علي. بعد ما هرمنا الموز والخبز باقي القشطة، بنحط احنا 5 علب او 6 علب لان العدد الكمية كبيرة جدا، يا دوب تكفي الشباب. بسم الله. نبدأ نحرك ال انت ما انت تصوت اي شيء ابو علي، حركها لف كذا لف. ايوه عليك نور، حرك الخبز مع الموز والقشطة وتطلع عدد المشاهد. يلا حرك حرك، يا سلام عليك. ايه ما انت تصوت اي شيء. خلصنا من المعصوب بالطريقة دي، حطيناه في الحافظتين هذه ما شاء الله تبارك الله. يبغون الشباب ملكي، بنحط جبنة كرافت مبشورة هنا، وجبنة كرافت مبشورة هنا، وما معنا إلا عسل الغابة السوداء، هو أحسن عسل بنحطه على المعصوب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الطريقة دي، وهذا الثاني هنا، يا سلام. نكون كذا سوينا أحلى 2 معصوب ما شاء الله تبارك الله. وكنا ايش باقي احلى من المعصوب هذا، وايش باقي في البيت كذا، الافضل كذا احسن من المطاعم بألف مره. ان شاء الله انكم تعلمتوا، ان شاء الله انكم استفدتوا منها، وبالعمل الشباب كلهم وابو علي، وان شاء الله انكم تحصلون تاشيره لابو علي الالماني عشان يبغى يشتغل هناك. هاي ابو علي. بالعافيه. أيوه. 1000. الله يحيي الشباب، تحية السيف تعالي. حياكم الله، يا مرحبا يا مسهل، شوف اهل الساحل. العسل العسل.
ريحه الملاعق يا ابو علي. شو يا ولد علي بالنار. بسم الله. يقول معصوب. معصوب بيو معصوب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. تسوي تست بسم الله. تست ما في تست بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. فكنا.